أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة. اخترنا لكم السيد محمد عيد، مؤسس وصاحب مطعم تغميسة بإمارة دبي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد. أهلا أستاذ، أهلا وسهلا فيكم. الله يزيدك شرف. طبعا لنا الشرف اليوم في استقبالك لنا يعني بمطعم تغميسة. حابين في بداية البرنامج نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضرتك، مين هو محمد عيد؟ اسم الكريم محمد عيد، مواطن إماراتي من إمارة دبي، خريج جامعة دبي، حاصل على جلالة الماجستير في إدارة الأعمال في المالية والمحاسبة، ما شاء الله، حاصل على شهادة كسي بي اي من أمريكا، ما شاء الله، متزوج، عندي 3 أولاد، الله يخلي لك إياهم يا رب، في مشروع ذا فيلا حاليا، واشتغل في إكسبو سيتي دبي. ما شاء الله ما شاء الله. حابين نتعرف على فكرة تأسيس مطعم تغميسة وشو معنى هالاسم؟ مطعم تغميسة هو مطعم عربي، يعني المطعم يمتاز في عملية الوجبات السريعة، يعني بيقدر المطعم كبير بس مطعم مصغر، يعني إكسبرس موديل. موجود عندنا كل الأصناف، من مناقيش، من شاورما، من مشاوي، من فطور، من مقبلات، كل الوجبات السريعة متوافرة للزبون، ممكن تكون في ضمون 20 دقيقة. الاسم اسم وطن، يعني يشمل الوطن العربي كله، عند الخليجيين كلمة تغميسة، عند دول الشام، عند الأخوان المصريين والمغاربة والتونسيين، يعني كلمة تغميسة حتى عند اللبنانيين والدول العربية كلها اسمها، يعني تقدر تقول موحد في الوطن العربي. حلو، يعني المتعارف عليها كلمة تغميسة في جميع الوطن العربي. نعم. إن شاء الله يا ربي، طبعاً نتمنى يعني انه يظلوا مجموعين حتى يعني باللهجات وبكل شيء باذن الله تعالى. ان شاء الله. سيد محمد، حابين نتعرف على الاشي اللي بيميزكم بمطعم تغميسة. طبعا كلمة تغميسة مش بس فقط تجمع الوطن العربي، احنا نشتهر في الاكلات اللي فيها تغميسات، يعني وجباتنا تمتاز بالصوصات، يعني حتى لو كانت مثلا سندويشات الامور معها صوصات مميزة من تحضيراتنا الخاصة، وعندنا كمان الشغلات اللي تأكل بالتغميسات مع الخبز مثلا، يعني نفس مثلا الحمص الألوان، الفول نكهات، الفطائر عندنا كمان بالصوصات، كل إشي يعني يدخل بمعنى تغميسة. ما شاء الله ما شاء الله. وشو الإشي اللي بيميزكم بأطباقكم مستر محمد؟ احنا تقريبا المنيو عندنا جامع كل الوجبات والامور، وكل شيء في المنيو عندنا كما تكرم استاذي له سيجنتشر معين. يعني عندنا في الفطور عندنا الحمص الالوان، تتكون من حمص شمندر وحمص بيستو وحمص زيتون، وعندنا فول نكهات تتكون من فول مدمس وفول بطحينيه والفول المسبح او القدسيه. في السلطات في عنا سلطة الشيف بيجي مع صوص الشيف الخاص، وكمان عنا في الفطاير فطاير الكرزونة، في المشاوي كمان في عنا لمستنا الخاصة في المشاوي، في الشاورما شاورما الزكزاك، في الفخارات عنا فخارة الزهرة بالطحينية، وهي شيء جديد يعني يبتعد عن اللحم والأمور للأشخاص الفيجيتيريان أكثر. يعني خلينا نقول مطعم تغميسة بيشمل الفطور ووجبة الغداء كمان، وأيضا والعشاء. وجبة أي العشاء وقت، أي وقت، يعني من 9 للساعة 12 كل الوجبات المتاحة، ممكن الشخص يفطر، ممكن يتغدى، ممكن يتعشى، ممكن أي شيء. جميل جدا. سيد محمد، حابين نتعرف على الرؤية المستقبلية والنظرة المستقبلية لحضرتك ولتطوير هذا البزنس، وين بنشوفكم بالمستقبل؟ والله صراحة يعني نظرة المستقبلية للمطعم، يعني أي بزنس يأخذ مثلاً أقل شيء 3 سنوات الاستابلايزيشن بيريد، فبعد 3 سنوات إن شاء الله إذا قدرنا ننجح، إن شاء الله بإذن الله ناجحين، إن شاء الله بإذن الله. نفكر نفتح فروع إن شاء الله، أو شيء توسع في إمارة دبي، هيكون في كذا فرع في كذا جهة. الحين طبعاً في منطقة بر دبي في أرجنة في البرشة، ممكن نتوجه كمان الى فرع في ديره وفرع ثاني كمان في دبي لاند، ومن بعدها توسع في مثلا الامارات الشماليه او كمان مدينه ابو ظبي،
وإذا في مثلا في المستقبل اسم كبر وهالأمور ممكن نعطي فرنشايز إن شاء الله بإذن الله تعالى. بنتمنى لكم طبعا دوام التقدم والتميز والنجاح، وإن شاء الله يا رب بنشوفكم على مستوى السبع إمارات وعلى مستوى الخليج والوطن العربي بإذن الله تعالى. سيد محمد، يعني اليوم أنت كمواطن إماراتي حابين اليوم تعرفنا وتحكي لنا شوية عن دولة الإمارات العربية المتحدة على موضوع الأمن والأمان، شو بيعني للمستثمر الأمن والأمان، كيف بيقدر يساعده في الاستثمار، وأيضا نتوجه برسالة شكر لكل القائمين على ذلك. طبعا الأمن والأمان مش ملخص بس الأمن والأمان في ناحية الاقتصاد أو الأمور، تعرف أي دولة فيها الأمن والأمان، الأمن الوطني الأمن القومي هي ركيزة أساسية في الدولة. يعني الحمد لله احنا بفضل حكام الإمارات صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ عمان بن زايد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ حامد بن راشد، الشيء بالنسبة لهم هذا شيء جدا مهم وأساسي للاستقرار مش بس الوطني، الاستقرار الأسري والاستقرار الوطني. الدولة المتميز في الأمن والأمان الوطني تتميز في الأمن والأمان الاقتصادي، بتكون طبعا دولة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمار. الحمد لله اليوم في دبي احنا رخصة ما تقعد معك 24 ساعة، يعني تقدم تحجز الاسم تحصل على الموافقة تقدم على شغل على عقد الإيجار ثاني تقدر بلش النشاط. يعني الإجراءات ما شاء الله يعني في أقل من 24 ساعة، وهذا تقول في غضون ما بتحصلها بأي دولة يعني في أي دولة ثانية. والحمد لله هالإشي جدا يعني تسهيلات الدولة تقدمها اليوم الأمور الثانية وكدعم أصحاب المشاريع. يعني أنا عندي رخصة هنا والمطعم ضمن مشاريع الشباب، فالحمد لله من موافقات ومن تسهيلات وامتيازات كمان في أول غضون أول 5 سنوات إلى 3 سنوات ساعد رواد الأعمال على الاستقرار في عملية الأعمال. أكيد طبعا 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 نتمنى من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع الدول العربية والإسلامية بإذن الله تعالى. قبل نهاية برنامجنا سيد محمد، حابين نعرف السادة المشاهدين على موقع مطعم تغميسة الجغرافي وأيضا كيفية ووسائل التواصل مع المطعم. طبعا المطعم موجود في منطقة أرجان، هي منطقة جديدة في دبي واقعة في برشا جنوب 3. المنطقة يعني جديدة وقيد التطوير، احنا في عنا خدمة التوصيل متعاقدين مع كذا شركة توصيل مثل طلبات ودليفرو وكريم وإيت إيزي، وكمان الحين حاليا نون في المنطقة توسع، في كمان عنا السائقين الخاصين بنا وقدرة السادة الحضور، في عنا كمان كما ترى يعني مكان للجلسة، ممكن اي حد يطلب ممكن يطلب يقدر نوصله اياه عن طريقنا او عن طريق شركات التوصيل، او انه يمر من نفسه طبعا ويستلم الطلب على حسب رغبته. موجودين طبعا على الانستغرام، موجودين على الفيسبوك، موقعنا تغميسه.ae على الانستغرام هو نفسه مربوط مع الفيسبوك. ارقام التليفونات تبعتنا طبعا راح تظهر اسفل الشاشه ان شاء الله، إن شاء الله. وإن شاء الله تزورونا وجربوا مكاننا إن شاء الله. أكيد طبعا يعني سهولة في الوصول لمطعم تغميسة عبر الموقع الجغرافي، وأيضا سوف تظهر لكم جميع أرقام وسائل التواصل الخاصة بالمطعم أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد محمد حابين نتشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وهلأ راح نجرب إن شاء الله تعالى أكلات مطعم تغميسة، وننصحكم تيجوا تجربوا جلسة رائعة وجلسة هادية أيضا داخل المطعم. شكرا أستاذ مقصر. شكرا جزيلا سيد محمد، إن شاء الله الأكل يعجبكم إن شاء الله وترجعوا إن شاء الله بإذن الله. شاكرين لإلك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.